مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم في حلقة جديدة من برنامج الأكارم. ننطلق اليوم مع الجمال والكمال والدلال والروعة والإبداع والإمتاع والإشباع. اليوم ما شاء الله قصيد وجميل رصيد وروعة حصيد، ما بين قصة وقصيد، فمن ذا الذي له يصيد؟ اليوم ما شاء الله بين الشعر والإصلاح والتدبر والأكشن على قولتهم. أشكرك أبو ريان. ننطلق بإذن الله تعالى مع البخور والنور وأجمل وأروع جمهور. اليوم ما شاء الله تبارك الله يشرفنا ولأول مرة في الأكارم الشاعر الجميل عادل بن عبد العزيز الحسين، وأبو ريان من الشعراء الجميلين الذين يقدمون الشعر بكل بساطة وجمال وروعة. حيا الله أبو ريان. يا هلا والله أبو عبد المحسن، وحياكم الله. وصراحة تشرفت اليوم بالمشاركة في قناة بداية برنامج الأكارم. إن شاء الله إحنا من المتابعين، وباستمرار إن شاء الله نشوفه ونستمر في متابعته. لبع يعني أنا حاسس تقول باستمرار بجي في البرنامج. بجيكم إن شاء الله باستمرار كذا يعني. إيه بجيكم إن شاء الله. الله يحييك. الله يسلمك. أيضا معنا حبيبنا الغالي الدكتور إبراهيم الأحمد، وإبراهيم الأحمد الله يسعده صاحب القراءة الجميلة والرائعة. اليوم عطالبين منه أنه يقرأ القراءة النجدية. إي والله. إيه إذا ما إيه. فاليوم بيتحفنا. حيا الله أبو عبد العزيز. الله يحييك أكثر، وحي الجمهور وحي الزملاء، ما قصروا. بيض الله. لب عينك لب قلبك. الله يحيي. أيضا معنا المستشار الأسري الجميل حبيبنا الأستاذ الشيخ محمد الجربوع أبو مهند. فاليوم بيتحفنا أيضا ببعض القصص وبعض التوجيهات الجميلة في مجال الأسرة، وبنستفيد منه بإذن الله تعالى على مدى وقت هذه الحلقة بإذن الواحد الأحد. حيا الله أبو مهند. الله يحييكم ويبارك فيكم أجمعين، ونحيي إخواننا المشاهدين والمشاهدات. الله يسعدك. عسى الله ينفع بكم أجمعين وينفع بينكم. الله يحييك. أبو مهند أول ما شافني قال أنا تزاملت أنا وياك في الجامعة. أنا الحقيقة أنا أصغر منه شكلي واضح جدا يعني كذا. أبو حسان باي باي. أنت أكبر قدرا وسنا، جزاك الله خير. فلما قلت له ما أي وقت كذا أثري أنا بتخرج باقي لي سنة، وهو له سنة في الجامعة ولا لا يا مهند؟ تقريبا أو سنتين. أنت في الترم الثاني. نعم. فسعدت والله بهالكلام، لأنه يعني ذكرني أنا والله ما ذكرته، لكن يدل ما شاء الله على النباهة وذاكرة الجميلة. أسأل الله أن يسعدك. يدل أيضا على الحلى اللي عندك والعسل. لا لا شكله كنت جذابا من أول. الله يثبتوا لنا أبو مهند، ثبتوا لنا. طلع واجد اليوم، يستاهل يستاهل حبيب قلبي. الله يسعده. أيضا اليوم معنا ويشرفنا ما شاء الله، جاينا من الشرقية، جاينا من الساحل، من البحر، من الأجواء الحلوة، من الأمطار اللي جتهم على هالأيام ما شاء الله تبارك الله. حكيم بن سعيد بن ثابت، يا مرحبا والله أبو سعيد. طول عمرك. الله يسلمك. مجهز لنا اليوم أبيات الشعر. أبدا أبشر بسعدك. لب عينك. الله يطول عمرك. أنت ترى مشخص وشكلك مجيم كذا، ما تبغى تلتفت. لا التفت على راحك، حتى لو خربت شخصية. إيه لو خربت عادي ترى ممكن نصلحها، ما في مشكلة. لب عينك لب قلبك على هالابتسامة الجميلة. يبدو أن والديك مربينك تربية رائعة. الوالد ولا الوالدة؟ الوالدة صحيح. الوالدة الأكثر. ها الوالد كيفك معه؟ كيف يعني الوالد؟ أحس إنه غثيث جدا. ما يحتاج. ها؟ لا الوالد نستحي منك. لا موجود ما تبقى شيء. طبعا حكيم ولد أبو حسان، فاليوم شرفنا الله يحييه ويسعده ويتحفنا بما لديه. أيضا شاعر روحيين أبو العلاء حبيبنا الغالي الحسين النجمي، حياك الله يا أبو علاء. بارك فيك وسعيد أن أكون مع هذه الثلة الرائعة. لب عينك. الله يعطيكم العافية. هل هي تعتبر ثلة ولا قليل؟ إن شاء الله ثلة يعني. أو في قدرها. يعني أي نعم. أي قدرها وكانتها. نعم. يا سلام. يقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هذا في حق السابقين. نعم. لكن أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. من الآخرين. الله يجعلنا من المقربين. الله يجعلنا من السابقين يا ربي. رب الأوامين. السابقين المقربين. من يسمعنا وكل مسلم يا ربي يا الله. أبو حسان أيضا. الجميل الرائع صاحب التدبر الجميل والابتسامة الحلوة. الله يسلمك. مشخص اليوم.
حكي عشان الحكيم فيه. عندي ضيف اليوم. إيه اليوم شايف نفسه علينا عاد أنا ولدي. أي واحد يتكلم والله كذا ينافق علينا. بس ماشي الحال. حتى بنصلي المغرب بنخلي إذا ويتقدم هو أنا أصلي ما يصلي لنا. يا ابو حسان وناظر كذا نظره ناظر ولدي يعني قلت ترى معي قلنا جات وكاله لا وخلى ولدي يتقدم جنبه يعزز له هذا حتى المخرج بيقول بجيب ولدي المره الجايه عشان يضبط الامور الله يسعدكم ويبارك فيكم ابو عبد العزيز عبد الرحمن شويش ايضا حياك الله الدينامو المحرك لهذه المجموعه اسال الله عز وجل ان يسعده ويبارك له حيا الله ابو عبد العزيز الله يحييك يبزيك ابو عبد المحسن لب عينك ولب قلبك ما شاء الله تبارك الله هالوجيه الجديده اليوم معنا تثلج الصدر ما شاء الله على يسارك حكيم بن سعيد بن ثابت وخال العيال على يمينك اي والله وقدامي الشيخ ما يحتاج اجتمعت المحاسن كلها قال 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 لا تزيد ولا تنقص في الموضوع وارفعه ولا تزيد الخضوع معك حكيم وعادل وجربوع وجربوع يا سلام ما شاء الله الله يحييك والوقت في المساء ترى مناسب لي جدا بس إلى كشح النور فيك توقف ولا تنطلق والله أو حسن حسن خاف الصيد ال 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 توقف ما والله في البر وحنا نمشي يطلع الجربوع على ما قال معروف ال وش نسميه من الزواحف الأمون الزواحف قوارض من القوارض من القوارض بس يجوز اكله يجوز اكله اي نعم على اساس ما يصير لا 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 يجوز اكله وبعدين لطيف جدا في احد الصحابه اسمه يربوع موجود في اسماء الصحابه عندنا اسر من 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 اطيب الاسر الحمد لله يعني وعدد مؤذار الجربوع مو باسره واحده لا لا عده اسر مجموعه اسر كلهم الجربوع وبعض المناطق انعم واكرم بهم انعم واكرم بالجميع الله يسعدهم جميعا ويبارك في كل من اسمهم الجربوع اسال الله ان يسعدهم في الدنيا وفي الاخره هذه الدعوه اللهم امين يستاهلون احنا نطلب رب كريم سبحانه لا لهم من عندنا امين ولك من مثل والاخوه امين امين اللهم امين يا ربي يا الله الله يسعدكم جميعا ابو عبد العزيز بما اننا بننطلق في الحلقه نبغى القراءه بالسنه الجديده باذن الله لبعينك